شكرا لحضرتك دكتور مدحت. طبعا الف شكر دكتور احمد علي على الدعوه الكريمه. انا بضم صوتي لسام عبد العزيز، انت هتعوضنا المره الجايه، هنبقى في الاول اول سيشن، معلش يعني. تمام. الموضوع بتاعي ثايرويد ديز اوردر ان بريجننسي. الحقيقه طبعا الموضوع ده كبير جدا، بس انا هحاول الخصه لحضراتكم في كام بوينت مهمين تهم حضراتكم في البراكتس. اول حاجه طبعا احنا عارفين ان الثايرويد فانكشن اصلا بتتاثر بالبريجننسي نتيجه لعوامل كتير جدا، منها الهاي استروجين ليفل بيأثر، التي اس اتش شريط بيتا سابيونت بتاعت الهيومن كورونيك جناتروفين، فهلاقيه بيحصل فيه سبريشن، بيحصل موديفيكيشن في البريفرال ميتابوليزم بتاع الثيرويد هرمون. يعني هنلاقي في البريجننسي الثيرويد فوليوم بيزيد، هنلاقي التي 3 بيزيد، التي 4 بيزيد، عشان شريط بيتا سابيونت ممكن نلاقي فيه سبريشن في التي اس اتش. الفيجر اللي قدام سعادتكم ده إن عندنا في الفيرست تريمستر هنلاقي ان ممكن يبقى تي اس اتش سبريسد او لو او ايفن انديتكتابل. انفورشنيتلي ممكن لو حد شاف التي اس اتش في الفيرست تريمستر بيبدا يشخص المريضه ان هي هايبر ثايرويديزم ويبدا يدي مانجمنت، في حين ان دي فيسيولوجيكال تشينجز بتحصل مع البريجنسي. احنا عندنا تو امبورتنت ديز اوردر، الهايبر والهايبوثايروديزم. اول حاجه طبعا الهايبر ثايروديزم، انا عشان اقول ان الفيميل بيشنت دي عندها هايبر ثايروديزم هيبقى تي اس اتش سبريسد، ولازم عندي الفري او توتال تي 4 عاليين والتي 3 بيبقى عالي. غير كده لا معلش انا بستنى وهقيم، هقول لكم على حاله بعد كده نخلي بالنا منها. اي ست بتحب ان هي تبقى بريجننت وهي نون ان هي هايبر ثايرويديزم، يبقى مهم جدا ان انا اعمل لها كونسلنج واقول لها بالهازاردس افكت بتاع الانتي ثايرويد دراج والسايد افكت بتاع الهايبر ثايرويديزم على البريجننسي عشان تخلي بالها طول فتره الحمل. انا بشخص هايبر ثايرويديزم بزياده تي 4 والتي 3 وان انا قل التي اس اتش والجويتر والترابي بوزيتيف الراديو اكتيف ايودين كونترا انديكيتد في البريجننسي. مهتمه ليه بثايرويد ديز اوردر في البريجننسي؟ عشان زي ما احنا قلنا الهازاردس افكت على الفيتس وعلى المذر، ممكن تعمل مسكارج، ممكن تعمل هايبرتنشن، ممكن تدخل المذر في كلاسيا وممكن يحصل ثايرويد ستورم. عشان كده البري كونسبشن كونسلنج ده مهم. وانس العيانه ان هي اللي هي نون هايبر ثايرويديزم وانس وجيت بريجننسي، يبقى في الحاله دي لازم اتاكد ان الثايرويد فانكشن في اخر شهرين ثابتين مفيش اي تغيير، ولو انا هغير في العلاج بتاعي يبقى لازم اعمل فولو اب، يعني لازم تبقى ستيبل الدوز، ستيبل الدوز والتحليلين في خلال شهر يبقوا برضه كويسين. الحاله الاولى اللي عندنا ودي كومن بنشوفها وبيبعتها لنا دكاتره النساء، دي فيميل بيشنت جايه ان هي بريجننت 10 ويكس، بدات تدخل في اتاكس اوف نوزيا اند فوميتنج، بالاكزامينشن كان في ديهايدريشن، عملنا الثايرويد فانكشن لقينا تي اس اتش سبريسد شويه والت 4 مايلد اليفيتد 2.1 ونورمال لحد 1.8 والفري 4 اندكس 20 ونورمال لحد 12. ما نستعجلش لان ممكن الحاله دي تكون هايبر ايميسيس جرافيديرم اثرت على او جستيشنال ثايروتوكسيكوزيس، استنى اعمل التراب، لو التراب عندي طالع بوزيتيف يبقى دي حاله هايبر ثايروديزم، لو التراب طالع نيجاتيف يبقى الحاله دي تمشي ان هي جستيشنال ثايروتوكسيكوزيس، جاست ان انا هعمل العيانه دي فولو اب واعمل ريهايدريشن بالفلويد ومش هدي اي حاجه. الجدول اللي قدام ساعدتكم ده بيفرق بين الاثنين، امتى اقول جستيشنال هايبر ثايروديزم؟ هتلاقي البوزيتيف فيها بس النوزيا والفوميتنج، كل الحاجات الثانيه لا في هيستوري اوف ثايرويد ديزيز ولا في مانيفستيشن اوف هايبر ثايروديزم والتراب طالع نيجاتيف. عكس بقى لو هي هايبر ثايروديزم هتلاقي كله بوزيتيف ما عدا حته نوزيا اند فوميتنج. الحالة الثانية دي في ميل بيشنت نون ان هي بريجننت 8 ويكس جاية بالبيتيشن وانكزايتي وهيت انتولرانس، اون اكزامينشن كانت في نيرفسنس وليد لاج والثيرويد جلاند از انلارج، عملنا ثيرويد فانكشن طالع التي اس اتش سبريسد والاف تي 4 عالي، التراب طلع بوزيتيف، يبقى دي حالة هايبر ثيرويديزم. هنبدا نعالج ازاي؟ القاعده بتقول في الفيرست تريمستر البيست تريتمنت ان انا بدي البروبايل سيوراسيل، وده من الادويه اللي هي سيف في الفيرست تريمستر اوف بريجننسي، مش بندي الكاربامازول. بعد 3 شهور ممكن نغير وندي الكاربامازول عادي. بنعمل مونيتورنج ازاي؟ المفروض انا بعمل كل 4 اسابيع بشوف، طبعا المونيتورنج بيبقى بالاف تي 3 والاف تي 4، مش بنعمل بالتي اس اتش زي ما احنا عارفين التي اس اتش ممكن ياخد شهور وهو سبريسد عشان يطلع تاني للنورمال. الفيتس مهم جدا ان انا اتابعه، دايما الام بتبقى قلقانه على الطفل بتاعها، فدايما دكتور النساء بنقول له طمنا بس على الجستيشنال ايج اخباره ايه.
الفيتال فيابيليتي الامنيوتيك فلويد فوليوم، لو في اي مالفورميشن ناخد بالنا. وطبعا احنا بنقلق اكتر على الفيتس لو الست دي عندها الترا بوزيتيف، بنخاف يحصل انيشيشن يدخل في فيتال سيروتوكسيكوزيس، بنخاف لو البيشنت عندها انكنترولد هايبر سيروديز، وبنخاف لو في مانيفيستيشن اوف بري اكلامسيا. في حاجات تقول ان الفيتس ده في مشكله ودخل في هايبر سيروديزم اثناء البريجنسي، ايوه لو دخل في فيتال تاكيكارديا، لو حصل انتراترين جروس ريتارديشن، لو كان في فيتال جويتر، لو حصل في ساينز اوف كونجكتيف هارت فيلر. طيب لو البيشنت دي انديكيشن سيرجري في الهايبر سيروديزم دورنج بريجنسي، يبقى في الحالات اللي هي فيها الرجي للميديكيشن، في سيفير جويتر، العيانة انكومبلاينت على التريتمنت، يبقى في الحالة دي بيست تشويس ان انا بعمل سيرودكتومي في سكند تريمستر اوف بريجنسي. الحالة الثانية عندنا 32 years old female patient جاية ان هي بتشتكي ان هي بريجنانت طبعا 10 week. لما عملت لها انفستيجيشن لقيت تي اس اتش بس هو اللي سبريد، والتي 4 والتي 3 ويز النورمال. العيانه دي هتمشي ايه؟ هتمشي سب كلينيكال هايبرثايرويديزم، دي بشوف ناس بقت لها علاج، لكن احنا هنشوف الجايد لاين بتقول ايه. مهم جدا تقيس التراب في العيانه دي، مهم جدا بالفيزيكال اكزامينشن والساينز تشوف فيها هايبرثايرويديزم مانيفيستيشن ولا لا. الصب كلينيكال هايبرثايرويديزم تريت اور نوت تريت، الدراسات اللي اتعملت قالت الهازاردس افكت بتاع الصب كلينيكال هايبرثايرويديزم على الفيتس بيبقى اقل من الانتي ثايرويد دراج اللي انا ممكن اديها اللي هو ميسيمازول او البروبايل ثوراسيل، ودي مانيفيستيشن ممكن تدخل في استجماتيزم وممكن تدخل في حاجه اسمها ابليزيا كيوتس، دي السايد افكت بتاعه الكربمازول. فقالت ايه في الاخر تو كونكلود في الصب كلينيكال هايبرثايرويديزم مع البريجنسي انا مش بدي حاجه، انا جاست بعمل فولو اب. ذا سكند ديز اوردرز اند ذا موست كومن الهايبوثايرويديزم ديورنج بريجنسي، برضه ليه تاثير على الفيتس، ممكن يعمل مسكارج لو بيرس ويت ستيل بيرس، وعلى المذر ممكن يدخلها في انيميا وهايبرتنشن وبري اكلامسيا. طيب نخلي بالنا من بوينت مهمه جدا، ده اللي هو الريفرنس رينج بتاع ثايرويد فانكشن في النورمال مش في البريجننت وومن، عشان كده احنا مش بناخد بيها في البريجننت وومن. عشان اشخص ان العيان ده عنده هايبوثايرويديزم لازم يبقى وزن حاجه اسمها تريمستر سبيسيفيك ريفرنس رينج، وده مش هتلاقي اي معمل يطلعه، فانت تحفظهم كده. انا في الفيرست تريمستر بلاقي تي اس اتش من 0.1 ل 2.5، في السكند تريمستر التي اس اتش من 0.2 ل 3، وفي الثيرد تريمستر من 0.3 ل 3. اي حاجه اعلى من دول يبقى انا داخله في سكه هايبوثايرويديزم، مش برجع للريفرنس بتاع المعمل اللي هو بيخليك التي اس اتش لحد 4.5. طيب هنعالج ازاي؟ طبعا الجايد لاين قالت لو العيانه جالك من الاول هايبوثايرويديزم وماشي على تريتمنت بتنبه عليها ان الدواء ده سيف اثناء البريجنسي واثناء اللاكتيشن، لازم تزوريني اول شهر وانس ان كونفيرمد ان انت بريجننت عشان انا بزود الدوز. الامريكان جايد لاين قالت من 20 ل 30%، الاوروبيان قالت من 25 ل 50% زياده في دوز. ليه؟ لان الفيتس ما عندوش ثايرويد، فبيبقى كل اعتماده على الليفوثيروكسين اللي بياخده من الام. دايما بيبقى لي جول في المانجمنت ان انا بحافظ على التي اس اتش في اللور هاف من الترايمستر سبيسيفيك ريفرنس رينج، عشان كده مهم جدا ان احنا نحفظه، وان احنا نخلي كمان التي اس اتش كونسنتريشن بين اللور ريفرنس ليميت و 2.5. بعمل مونيتورنج ازاي؟ احنا المفروض بنعمل كل اربع اسابيع لحد الميد ستيشن لحد الاسبوع ال 30، بعد الاسبوع ال 30 ممكن اشوفها مره وبتابعها بوست بارتم بعد كده. بعد ما تولد المفروض انا برجع الست دي للبري كونسبشن دوز واعمل فولو اب بعد 6 اسابيع من الولاده، عشان هعمل ريدكشن لدوز مش هتمشي على نفس الدوز اللي كانت ماشيه عليها اثناء البريجننسي. ده بالنسبه لحاله هايبوثايرويديزم البريجننسي. نيجي بقى الكيس رقم 4، والكيس رقم 4 دي في ميل بيشنت 8 ويكس بريجننت، التي اس اتش بتاعها طالع 4 والفري تي 4 ويز النورمال، انا داخله في حاله سب كلينيكال هايب. طب السب كلينيكال هايب ثايرويديزم على البريجنس، هل انا عاملها زي السب كلينيكال هايبر وطنش وما اديش علاج؟ لا، الحقيقه هي ديفايند ان يبقى تي اس اتش من 2.5 لحد 10، ودي بتحصل في حوالي 2 ل 2.5 من البريجننت وومن. سب كلينيكال هايبوثايرويديزم لقيوا ان ليها تاثير على الفيتس، ممكن تعمل بريجننس لوس، ممكن تدخل في جستيشنال دايابيتس وجستيشنال هايبرتيشن، ممكن تدخل في بري اكلامسيا وبري تيرن ديليفري. الاوروبيان ثايرويد اسوشيشن جايد لاين قالت لك لا احنا هنبدا تريتمنت
وببدا احافظ على تي اس اتش زي ما احنا قلنا اكوردنج للبريجننت سبيسيفيك ريفرنس رينج. وقالت ان انا ببدا الدوز بتاعتي مش بنعمل فور ريبليسمنت اللي هي 1.6 مايكرو جرام بير كي جي، لا 1.2 مايكرو جرام بير كي جي عشان اخلي تي اس اتش اقل من 2.5. لو العيان دي بوست بارتم وولدت والتراب طالع نيجاتيف او التي بي او طالع نيجاتيف والتي اس اتش مش معدل 5، ممكن افكر ان انا اوقف لها المانجمنت بعد البريجنسي. الامريكان ثايرويد اسوشيشن جايد لاين قالت لك ان اي بريجننت وومن التي اس اتش عدى 2.5 لازم اعمل ايفالويشن، اعمل الثايرويد انتي بودي. وقالت تو ستيتمنت مهمين جدا، انت ريكومند الليفوثيروكسين ثيرابي لو التي بي او طالع نيجاتيف والتي اس اتش اكتر من 10، او التي بي او طالع بوزيتيف والتي اس اتش اكتر من البريجننسي سبيسيفيك ريفرنس رينج اللي هو اكتر من 2.5. في حاجه ثانيه ستيتمنت قالت ان هو كونسيدرد، يعني ممكن ادي وممكن ما تديش حسب الحاله اللي قدامك. لو التي بي او بوزيتيف والتي اس اتش اكتر من 2.5 واقل من تريمستر سبيسيفيك ريفرنس رينج، او في اللي هم التي بي او نيجاتيف والتي اس اتش اكتر من 2.5 واقل من 10. في حالات مش هديها خالص ومش هفكر فيها لو هو طالع تي بي او نيجاتيف والتي اس اتش من 2.5 لاقل من 4. انا كده خلصت محاضرتي غالبا، انا لميت كل حاجه. بص يعني في 12 دقيقه بالظبط ده كل اللي يهم حضراتكم في ثايرويد ديز اوردر اند بريجننسي. باختصار شديد انا بدعوكم الموجودين واللي بيتابعونا اونلاين، احنا عندنا مؤتمرنا ثايرو ايجيبت ده الفورس انوال كونجرس بتاعنا، هيبقى في القاهره ان شاء الله في شتاجن التحرير، هيبقى يوم 11 و12 مايو. وكل سنه وحضراتكم طيبين.